أنا خالد علي، متضامن مع عمال الترسانة البحرية ضد محاكمتهم عسكريا. الإضراب ماهوش جريمة، التعبير عن الحق والمطالب بحقوقهم العمالية ده حق كفلوا ليهم الدستور المصري وكل الاتفاقات الدولية، وحتى لو كانوا مارسوا الإضراب وفقا للدستور المصري من 2014 أصبح حق دستوري من حق كل العمال يمارسوه، وإذا كان هناك خطأ فهو خطأ مدني وخطأ عمالي. لو كان يستحق هذا الخطأ محاكمة فيجب أن يبقى أمام القضاء الطبيعي، يعني أمام القضاء العمالي. مرة أخرى، أنا متضامن مع كل مطالب عمال الترسانة البحرية وضد محاكمتهم عسكريا.